إذن تواصلنا يستمر، تحدياتنا تتواصل. هنا متابعي الكرام ينطلق شوطنا السادس لبكار المهجنات الأصايل، 6 كيلومترات هي المسافة. نتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع. مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط للصبول لسعيد مسليب بدودة العامري، يأتي على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني سمحة لمسلم بن محمد بن حميد الجنيبي يأتي في هذه اللحظات على ثاني التحديات، بينما ثالث الأسماء هناك هلا للدحبة بن محمد بن سالم بصقوح العامري يأتي في هذه اللحظات على ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع ورابع الأسماء يأتي هناك متابعي الكرام سالم بخريب بن سيود الدرعي يقدم لنا جزيلة على رابع الأسماء، بينما المركز الخامس هناك القدوم والتواصل. مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام يأتي في هذه اللحظات متابعي الكرام مع اشتعال سالم بسهيل بن حمد بدليلة العامري يقدم اشتعال في هذا المسار، بينما هناك القدوم من المتحد العلي بن رملي بن محمد بن مطر العامري يأتي في هذه اللحظات على سادس الأسماء، بينما سابع الأسماء صبا لعبد الله بن سعيد بن سلطان بالغميسة الشامسي. هنا متابعي الكرام يتواصل أيضا في هذه اللحظات من خلال هذا التحدي وهذه المنافسة، بينما هناك الدخول والوصول في هذه اللحظة على ثامن الأسماء والقدوم أيضا في هذا التحدي وهذه المنافسة. هناك متابعي الكرام يصل في هذه اللحظات أيضا شعار الكثير يتواصل في هذه اللحظات ويقدم لنا أيضا هذه الانطلاقة سالم بن سعيد بن أحمد بن سن الكثير من خلال هذا المسار وهذا الاندفاع. متابعينا الكرام بالشعار بالرملي هنا يتواصل في هذا المسار على ثامن الأسماء، بينما المركز التاسع تاسع الأسماء شعار أيضا سالم بن سلب الجزول العامري يقدم لنا هناك متابعي الكرام حمية في هذا المسار. هذه النتيجة متابعينا الكرام لهذه الأسماء. نعود إلى مقدمة هذا الشوط.
إذا نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى مجريات هذا الشوط ومتابعين الكرام إلى الصبور لسعيد بن سليب بدودة العامري، وهناك أيضا جزيلة لسالم بخليفة بن لسيود الدرعي، بينما هناك الوصول والقدوم أيضا من سمحة لمسلم بن محمد بن حميد الجنيبي قادم في هذه اللحظات مع سمحة على ثالث التحديات، بينما المركز الرابع الوصول والقدوم في هذه اللحظات من هلا إياتي في هذه اللحظات الدحبة بن محمد بن سالم بصقوح العامري يقدم لنا هلا في هذا المسار وهذا التحدي، بينما هناك القدوم والوصول في هذه اللحظات من اشتعال سالم بن سهيل بن محمد بدليلة العامري ياتي في هذه اللحظات ويتقدم من خلال هذا المسار على المركز الخامس. سادس التحديات صبا لعبد الله بن سعيد بن سلطان بلغ ميسى الشامسي يتواصل في هذه اللحظات، يتقدم شعار بلغ ميسى في هذا المسار يقدم لنا صبا في هذا التحدي، بينما هناك القدوم من شعار بالرملي هنا يتواصل أيضا في هذا المسار يقدم لنا هنا متابع الكرام برقة في هذا المسار. هذه الأسماء وهذه السداسية الرائعة متابع الكرام من الأسماء التي تبحث عن الفوز والانتصار، هناك أبو خليفة مع جزيلة، وهناك سمحة مع الجنيبي، وهنا اشتعال مع العام، وهناك صبا قادمة مع الشامسي وبالرملي قادم في هذه اللحظات متابعين الكرام. ولكن هنا متابعين الأعزاء ياتي في هذه اللحظات مع صبا، ياتي هنا عبد الله بن سعيد بن سلطان بن الغميسة الشامسي هنا قادما بشعاره، وهنا ثلاثية رائعة، ثلاثية جميلة ما شاء الله، لمن الفوز لمن الانتصار، من يبي الفوز يضرب بالآلي ويروح، يضرب بالآلي ويروح، ولكن هنا اشتعال وصبا قادمة بلغ ميسى قادم خطير للقاية خطير، ولكن هناك اشتعال اشعلت نار المنافسة، اشعلت فتيل التحدي سالم بسهيل بن حمد بدليلة العامري هنا متابعي الكرام يقدم اشتعال على الصدارة على المركز الأول، تقترب من خط النهاية سلام بدليلة سلام سالم بسهيل بن حمد بدليلة العامري، تهانينا والناموس على الفوز والانتصار. المركز الثاني صبا لعبد الله بن سعيد بن سلطان بلغ ميسى الشامسي. المركز الثالث كانت سمحة لمسلم بن محمد بن حميد الجنيبي. المركز الرابع رابع الأسماء أيضا جزيلة سالم بخليفة بن سعيد الدرعي. خامسا كان الدخول متابعي الكرام من برقة لسالم بن سعيد بن أحمد بن سن الكثيري. إذا تهانينا وناموس لمالك اشتعال سالم بن سهيل بن حمد بدليلة العامري من قدم اشتعال في هذا الشوط. التوقيت الزمني كان أيضا متابعي الكرام 9 دقائق 25 ثانية 40 جزءا من الثانية. تهانينا وناموس.